هيئة نيو أمريكان ريسورس سنتر و هيئة تاغن عاوينتا يغربستاغ دادكا سوغلوتيغا ايا له قرش السنادات اي فوليسة سند والبا حدبا هيئة نيو أمريكان ريسورس سنتر سند كان لبادا كون لباتان يسادح دا هدف كيدوا تاغيري دا يغربستاغ والدين تا برنامج كان تاغيري دا يغربستاغ والدين تا اي هيئة دوغو قلية دا هاي حوچين تا والدين تا وعيقلين تا تاغيري دا اي قلبين تا قويساسكا سيا اوغو حرمان دادكا حرف اللياشا اي دو هيئة دونا اي اوسه لدون تصيد أهل لهاين دمان أديجيد يا عاون تأو بهايهين يولي بمالها أيك أهل كران برنامج كان تاجرد يا قرب استاج والدين تا وبرنامج هاي أدو هيرجليسو إسلامر كان ديار ولا تهاي قيسس ككون الجبل كأوهايو تببر هير سراء وبحنا يان قبر أقون سر أول عرمها قيسك سيدو كلانا فهنسن إلى علينا ينا دقن كاجا دين تهذا يولي بأنشح قيسك كاجا قيب تكوباد وهاي أدو فلندون تا waxaa ka dhacaya Columbus Public Library Northern Light oo ciwaankiisu yahay ama address-kiisu yahay 4093 Cleveland Avenue Columbus Ohio 43224 maalinta sabtida bisha 2/18 2023 waqtiguna waa 2:00 ilaa 6:00 aan idinku celiya ciwaanka oo Soomaali ah 4/93 Cleveland Avenue, Columbus, Ohio, Afar Sadeh, Labo Labo, Afar, Malinta Sabtida, Bisha Labad, Sidediya Tobankeda, Labada Kun, Labatan Iya Sadehda, Hadabaha Moganin, Kaso Qaybgal, Kanafa Ideiso, Fursada Ayku Sisey, Hayada New American Resource Center.